استاذ اسامه اسمع رايك وبعد كده هسال حضراتكم برضو على موضوع الثلاث ايام القادمه. اتفضل يا استاذ. احنا بعيدا عن الامور الفنيه في الموضوع صلب الموضوع صلب الموضوع صلب الموضوع الاعلام الرياضي الاعلام الرياضي وانت مركز تركيز مهم على بحياديه من عدم. عاوز بس اقول انه معترفين ان قطه الاهلي جمال طبيعي جدا من واحنا صغيرين طالعين عارفين ان النادي الاهلي هو صاحب الشعبيه الاكبر، طبيعي ان هيبقى الاقبال على اخباره هو الاكتر، هيبقى في رواج ليها بشكل اكتر، فهيبقى في فوكس. لكن اقبل الكلام ده لو كان انت بتأدي رساله كويس بمعنى جدا حضرتك. بس عشان ايه معلش القلم اخد من حضرتك القلم بس اكتب حاجه ليه انت فكرتني بحاجه تخص التسويق وحضرتك بتتكلم دي حاجه تخص كمان ماتش بيراميدز الاخراني ده بس هقول لحضرتك مش دلوقتي بعد ما تخلص كلامك النادي الاهلي عمل ايه واتعامل معاه ايه وكسب مش قصده لكن كسب الانديه الثانيه ايه. تمام معلش يا استاذ اسامه. لا لا بالعكس يا كابتن اسلام فده طبيعي جدا او قطه الاهلي جمل معترفين وقابلين للوضع ده ولكن اللي انا شايفه والاهلي عايزه طول الوقت اني مش محتاج غير العداله محتاج العداله في كل الوجوه مش طالب ان انا حق زياده ولا مطالب ان انت تجاملني ولا طالب ان انا يبقى عندي مشكله وتخبيها لكن اللي انا شايفه مفيش في انفير. اول حاجه حضراتكم سمعتوا ريكاردو سواريش المؤتمر الصحفي بتاعه كامل حصل لما اجي بقى بعد ما انا سمعت الكلام ده كله اجي الاقي ناس في الاعلام كاتبه ان ريكاردو سواريش بيقول ان هو اتفق مع مجلس اداره النادي الاهلي انه مفيش بطولات السنه دي. طب جبته منين؟ انا جايب المدرب. لا جبته منين ده الكلام ده؟ مش موجود المؤتمر طبعا. ده جبته منين؟ لما ده بيقولوا قال ايوه يعني في فيديو بقى المفروض يعني طب صح؟ هو انا هكذب ودني؟ ده تزوير. هو انا هكذب؟ ايوه ده بالاضافه بقى تزوير فوق بالاضافه يبقى في فوكس رسميه لما يحصل فوكس بقى من نفس المطبوعه على إدارة الأهلي فاشلة، الإدارة لازم تتحاسب، الإدارة هتعمل اجتماع فني مع ريكاردو سواريش عشان تحاسبه لأن حصل. هو إيه ده؟ مين يدخل دماغ مين إن واحد لسه جاي بقاله كام ساعة أحاسبه على المباراة دي؟ ممكن يكون في قعدة، ده طبيعي على فكرة، لأن اللي أنا عارفه إن في لأن القعدة دي عبارة عن إيه؟ ممكن تبقى عبارة عن ما هياش محاسبة. لا محاسبة؟ محاسبة إيه يا جماعة؟ هو قصده إن بيقول لك إن قالوا هناك جلسة لمحاسب، يعني أنت رايح للمحاسبة. ما أنا بقول لك كده، ده بقول لك لما يبقى أنت واخد اتجاه بالشكل ده، لما أنا أصلاً كنادي أهلي بتعامل بمنتهى الشفافية، أنا ما بخبيش، أنا حصلت مشكله ما بين كهربا وبين بوسوماني الجهاز خد عقوبه واعلنها. نعم تمام. في المقابل بلاقيك تقعد تعلف ده تقعد تعلف ده وتعلي فيه توصل بيه ان هي بقت قضيه الموسم. وفي المقابل بشوف الناحيه الثانيه وفي انديه كتير بتحصل مشاكل على مرأة ومسمع من الناس وبتتجاهلها. يبقى انا طبيعي احس ان انت مركز معايا انت انفير معايا. المشكله الاكبر بقى كابتن اسلام والاساتذه كلهم يعني هم كلهم جيل واحد بس الاستاذ جمال استاذنا طبعا ومعلمنا الفاضل مش عايز اكبره يعني في احنا اتعلمنا حاجه بعديكم انا عايز اقول ان احنا اتعلمنا حاجه اتعلمنا على ايادي اساتذه كبار في الاهرام وفي الاخبار اتعلمنا انك انت اول حاجه في الصحافه الخبر وبعدين انت تروح للتقرير وبعدين تروح للتحقيق وبعدين تروح للمقال وفي اخر حاجه للتحقيق وبعدين تروح اخر حاجه المقال اللي بتقول فيه الراي والله اللي بتقول فيه الراي كابتن اسلام والله العظيم هذا الكلام حقيقي مليون في احنا دلوقتي الهرم مقلوب يا استاذ جمال والخبر الهرم دلوقتي مقلوب انا راجل عندي 30 سنه في الصحافه يعني اشتغلت من وانا صغير مع الاساتذه الكبار ما كتبتش راي غير بعد 15 سنه اكتب رايي اكتب عمود رايي 15 سنه ده دلوقتي 13 سنه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيكتب رايه ما هي دي الجزمه المدهش بقى كابتن اسلام ان النهارده قلت رايي او قلت معلومه ورايي في الشباب والرياضه قلت معلومه ورايي معلومه ورايي افاجئ ان احد الاعلاميين واخد المعلومه على ان هي راي طب انت سمعت ايه بيقول لي المذيع بيسالني على الزمالك عنده 3 مباريات ورا بعض صعبه فيوتشر سموحه فيوتشر بيراميدز ايهما تتوقع انه ممكن يبقى
ماتش صعب للزمالك، قلت له بيراميدز لانه عنده دوافع المنافسه على البطوله. مظبوط. قال لي فيوتشر، قلت له فيوتشر فقد التركيز بسبب تصريح علي ماهر ان اللعيبه حققت اللي هم وصلوا له، اللي هم عايزين الكونفدراليه وخدوا كاس الرابطه. المفروض بقى يزعل مين؟ علي، لان انا بقول على فبقول قال لي طب وسموحه مع بيراميدز، مع سموحه مع حميد بسيوني؟ قلت له سموح عبد الحميد بسيوني كمدرب ما سبقش ليه الفوز على الزمالك في اي مباراه مدرب، ودي معلومه، دي معلومه مش راي بتاليف الاستاذ اسامه. تم تحويل الكلام كابتن اسلام، يعني مع احترامي لاسامه هو كسب ماتش كشهود عدل. الراجل جايب معلومه بسيرش، ان لانه بيسالوه ايه رايك عن مباريات، فكان لازم يجيب معلومات عشان يقنع المتلقي. كسب مباراه واحده في كاس الرابطه مع مين؟ لكن مع غزل المحلة. غزل المحلة كسب الزمالك يعني في كاس الرابطة، اللي هي كاس الرابطة. لكن في الدوري ما حصلش، مفيش تعادل، مفيش تعادل. هو بالتالي انت خدت من ده. انا بقول انا بقول اه انا بقول يعني هل ده في اساءة للكابتن حميد بسيوني؟ اولا الكابتن حميد بسيوني صديقي العزيز وبحترمه وعلى راسي من فوق. هل انا بقول كده رأي؟ انا بقول معلومة. أوكي. انت تاخدها بقى وتحولها. دي الازمه الكبيره اللي احنا عايشينها. أوكي. الازمه الكبيره اللي احنا عايشينها ان انت بتبدا قلبت الهرم، بتبدا بالراي. لا ما حدش عارف يعمل ايه عشان ايه. يعني النهارده لما احنا اتعلمنا برضه على ايدي اساتذتنا بدون قطع كلامك يا اسامه، ده تاكيد لكلامك، كنا عارفين يعني ايه تكتب خبر. ايوه مجرد خبر ده معناه ان مفيش راي ليك. لا معلومه معلومه انت بتجاوب خبر. على حاجه اسمها الشقيقات الخمس اللي هي ماذا ولماذا من اين متى. ده الخبر. فايف دبليوز اللي هي ولد عمرقه. ده صعب اللي انت بتقوله ده قوي. صعب يا استاذ عمرقه. صعب قوي. ده اللي انا اتعلمته يا جماعه. ولد عمرقه احنا قعدنا نتملى في التليفون سنتين. ايوه جنب التليفون مهمتنا نتملى الشغل بس الخبر تكتبه وتحطه سنتين وتكتبه وتسلمه للاكبر منك. دلوقتي يا كابتن اسلام الواحد بيدخل مجال اعلامي فجاه بيكتب على السوشيال ميديا بيقول رايه على طول في الدنيا كلها. لكن انت عشان تكتب راي، عشان تكتب راي تقول رايك لازم يبقى عندك خبرات، تبقى عندك المام بالقواعد اللغه العربيه عشان تكتب راي وما فيهوش اخطاء املائيه. علشان تكتب رأي يبقى لازم يبقى عندك معرفة بالكلام اللي انت هتتكلم فيه بكل أبعاده. لا عشان تعرف ازاي تقول رأي بس. هو انت امتى تقول رأي؟ هو ده لما يبقى عندك نضج وفكر ان انت تعدل على الناس اللي موجودة وتيجي مثلا تقول رئيس النادي الأهلي او مش عارف مدير ايه، لكن تقول له اعمل كذا وما تعملش. مع كامل احترامي بقى، مع كامل احترامي بقى بدون ما اقطع كلام حضراتكم، مع كامل احترامي الوضع دلوقتي مقلوب. وللاسف الشديد انا شايف تحيز غير طبيعي ضد النادي الاهلي. مش هقول ضد النادي الاهلي، لا مفيش ميزان واحد. مفيش ميزان واحد. مفيش ميزان واحد هنا وهنا. انا ما هو ده اللي هيتفق. بس يعني بس باخد راي الاستاذ عصام، والسؤال اللي جاي اعتقد هيبقى حضرتك الكلام اللي حضراتكم قلتوه ده، لانه ده تعلق يعني يا جماعه ده درس للصحافه والاعلام. انا ما اعرفش عنه حاجه، انا بس عشان ما حدش يقول لي انت مش عارف ايه. لا الاساتذه دول ناس كبار جدا وبيتكلموا في حاجات لو الكل هيعمل بيها صدقوني الدنيا هتمشي كويس.